السلام عليكم ورحمة الله، يا مرحبا الساع، أهلا وسهلا. أحب أن كان حلو، أحب أرحب فيكم مرة ثانية في السلسلة وعودة السلسلة. بس هاي حلقة اليوم، بس بخبركم ليش عادت السلسلة هاي وش السالفة وش الخربطة اللي استوت عندي. سويت كم من أبديت وبعض الأمور، وحاولت أغير شوية كم من مود في سيتي سكاي لاين، وتوهقت ومطعن يسوون اللود للسيف اللي موجود عندي، ومطع يرجع شو اي شيء انا كنت حافظ لنا قبل. فاستوت عندي مشكلة شو السيف مش طايع، انا منزل شي غلط لحد ويلر بخبركم. أنا متأكد نزلت، أيوه هذا ولتر تريتمنت. ما طاع عندي يسوي لود لأي شيء، فتوهكت شوي وراح أني أشوف، وراح أني وايد سيفز، بس كان عندي سيف قديم اللي هو حق هذا السيتي سكاي لاين اللي موجود حاليا، تشوفونه حاليا شغال. لازم أغير المكان شوي. في مكان، أوكي نايس. زين، فرجعت السيف اللي موجود حاليا. في شغلات ناقصه مش موجوده، لكن مش مشكله، لان اصلا بنبدا سلسله جديده اللي هي بارك لايف. قبل ادخل البارك لايف بدخلكم في مجموعه امور ثانيه، كيف الانتم قام يطيح، الناس قامت تشرد كلها. بعد ووتر تريتمنت مور نحتاج ووتر ممكن استهلاكنا 900,000. اوكي ان شاء الله إن شاء الله حطي لكم زيادة. واللي حصل إنه بينزل بارك لايف، بس أنتم طلبتوا مني قبل لا أدخلكم في بارك لايف، طلبتوا مني إني أسوي لكم لستة مودات، ولستة المودات سويتها لكم، بتشوفونها في الديسكربشن تحت. والمودات إن شاء الله كل المودات تقريبا اللي استعملها حاليا موجودة فيه. إذا أنتم محتاجين مودات اللي أنا أستعملها، وأنتم قبل في كذا كومنت أنا شفت هالشي هذا، أنكم أنتم محتاجين وأنكم أنتم تبون المودات اللي عندي، وأنا سويت لكم المودات اللي عندي. والله حلوين شكلهم، بس أنا أحس إني مخرب دنيتي هنا وياهم، مخرب الدنيا وأنا وكلها. والله أشكالها حلوة على فكرة، هذا مود جميل، بتحصلونه موجود في اللستة تحت بعد. فسويت لكم المودات نفس ما أنتم طلبتوا كلها، حطيتها في لستة قديمة. بس طبعا هنا في مشروع جدا ناقص على فكرة، يعني مصيبة تراها شوي. المود القديم والووتر مالي ما حصلته، فاضطريت اني استعمل هذا. بس لحظة بنستعمل هذا لهني، شو بسوي؟ بحط الووتر تريتمنت ثاني هني وهني. كم ماي بحتاج ما اعرف، شبكة عنكبوتية استوت، لكن مرة ما شاف. بعد تبوم، بعد تبوم، كم ماي تبون؟ والله يشربون ماي وايد الصراحة، لازم الاقي حل مشكلة الماي اللي يشربونه. هذا بالنسبة للمودات وهاي الأمور، الحين صارت موجودة متوفرة لكم إنكم تنزلونها، اللي هي المودات اللي أنا أستعملها نفس ما أنتم طلبتوا، نفس ما بغيتوا. كنا حاضرين للطيبين، بس طبعا يوم بعض المودات تختفي تتم شوية مشاكل، شوية مشاكل هاي نفس الحين. أنا أحاول أرد أعدل مشكلة الماي، لأن المود الأولي مالي غير موجود بتاتا، ما بوصل له. فاللي احاول اسوي اني اعوض عن شو، عن المساحة المفقودة. انا مش قادر اني احصل حل وسط حق المود هذا. بعد ما يشتغل اخ اخس خلاص، ما بحط هني. شو اسوي؟
بحطيه هني شوية ازعاج وبعدين بندبر المكان، مو مشكلة بتصرف بعدين. يوم حل مؤقت حاليا بعتبر هذا، وعقب بتشوف الأصرف أنا، مش مشكلة عادية، ما في أي مشاكل. خلينا نشوفكم في بعض. ليش ما أعرف والله، زين هذا المود في سويلي. أوكي 800 بير ويك، بس الناس كلها طلعت الحين كذا، طلعت خلاص 19000 نزلت. بشوف إذا هي ممكن تستمر. وبالنسبة للبارك لايف، بارك لايف في إلكترستي، في كهرباء. تعليم من كهرباء ليش؟ أظني ما عندي هني الأندر جراوند من كذي. يا حبيبي يا حبيبي، أندر جراوند الأولي غيرته لواحد ثاني، هذا ما في نويز. أمد على راحتي، الناس شاردت خلاص، عندهم كهرباء هايل؟ هي عندهم، بس بنشبكهم في بعض. دخلنا نشبكهم في بعض. فهاي بالنسبة للمشاكل اللي واجهتني بخصوص شو لحظة. اوكي والله وايد شغلات ناقصة، بس يعني الامور تمشي يعني زين عادي، دام انه مناطيد انا وهذا بس هي مطار هالشارع شكلي بشلة بتاتا. زين بخصوص بارك لايف، بارك لايف بتنزل امتداد لمنو؟ لسيتي سكاي لاين. شوف رده كل شيء طبيعي الحين حاليا، وضع الماي، وضع الماي ها نص نص يعني، نسوي مزرعة ماي شكلنا، مزرعة الماي اقصد. خلنا ناخذ الاراضي المحيطة لحظة، لان هذا مكان شكله المطار سنتر. زين كان هنا جميرة، بس مو بس بجميرة، خلاص كنسلنا شيء اسمه جميرة هني. والله هذا مكان حلو، يكون مركز سفن. خلنا نرجع داخل، بس زين ان هني عندنا فلوس، امورة طيبة يعني. زين بنمد شارع من الصناعية هني، ها حق حل المشاكل ترى. زين بارك لايف منو اللي كان موجود عندي وتابع معي سلسلة اللي هي بلانت كوستر بيعرف شو هي بارك لايف. بارك لايف في ان نسوي نحن حديقة ملاهي، نايس ما دام. زين بارك لايف هي تسوي حديقة ملاهي، حديقة الملاهي هاي شو شغلها؟ شو شغل حديقة ملاهي يعني؟ اللي هو لحظة نوصل له على هني ونشوف حجمه. موضوع الماي موضوع طويل اليوم شكله. اوكي بس هالاثنين، بس اذا احتاجنا نحل المشكلة حاليا فقد حليناها. نقدر نسوي حدائق تحت الماء، حدائق نفس بلانت كوستر، واللي حدائق كبيرة وضخمة وجبارة، تكون شيء يعني، تكون حدائق بشكل ضخم ما تخيلون داخل سيتي سكاي لاين. يعني مدينتنا هاي بتستوي يا رب، شو مدينة يعني، شيء بتستوي شيء أسطوري خرافي. تخيلوا حدائق كبيرة على نظام ضخم، اي احط لكم اياه هني ضمن السلسله داخل مدينه تيسكاي لاين. يعني تعرفون كم كميه الزوار والهذا اللي فيه. طبعا الحديقه مش بس بالطريقه هاي، اللي توفر مع الحديقه بعد ان نحن نقدر، لا خلي احط التناكي، ما اقدر احط التناكي هني. زين خلينا نعدل الاربعين، بس نقدر نسوي حديقة ضخمة وفيها مجموعة ألعاب، ومجموعة الألعاب اللي موجودة في الحديقة هذه
لها زوار، ونسوي لها ممشى كأنها سياحيا يعني، نسوي لها ممشى سياحي ودنيا وحركات وتسوون تورز وألعاب، والناس تتمشى من حديقة لحديقة، يعني شيء ضخم يعني، مبدأ سياحي جميل من الآخر يعني. أقول لكم من الآخر، وأنا أقول لكم من الآخر تعرفون من الآخر طبعا، تعرفوني ما بقص عليكم صح؟ أوكي نحطي واحد، هذا بيدق لينكم ولا تك، مو مشكلة خليه يدق شوي. رود سايد بعد شوف، 4 5 بس بيضطر الانكم مالي يطير ترى، بس مو مشكلة. اتركي يحتاج، تعرفون نحتاج شو نسوي، ما له داعي اقول لكم يعني. بس شكل المكان اوف، مكان سياحي من الاخر. بنميلة كذي بعد، بس شيء خطير، شيء خطير من امه الصراحة. الحين ولدين الحين بيرجعون، كانوا من تحفظ اني ما اذكر والله كم كانوا تينر. انتوا ادري انا المفروض متابعين معي. انا مش متابع مع نفسي، انت خلكم متابعين معي. والحديقة راح تكون شيء خرافي. فهذا الملف اللي فتحه معي حاليا السيف، دام انه فتح معي السيف وكان شخصا طيب. بس انا مش محتاج هالشي هذا، انا محتاج ابين ان هالمكان مدعم بس بشكل جميل. ايوه فقط لا غير. ايوه بس هذا سكر، عاد كلها تناكل الماي بدون دعامات حقيقية، ها مصيبة. بس بتكون مش هاي مصيبة، بيحطوا لنا شيء جديد هني بالحدائق اسمه بارك هاي بارك لايف. انا اشتريته اوريدي، بس تاريخها بيكون تاريخ 24 هالشهر، ومن الممكن جدا ان يعني اقضي حلقة طويلة. اول حلقة بارك لايف تكون طويلة. وليش بسوي سلسلة جديدة أصلا كاملة؟ لأنه ما في مساحات. المدن القديمة عندي مختلفة عن المدن الجديدة. خلنا نشوف شو المشاكل الثانية عندنا، نبغى نحل المشاكل. نزل المودات عادة، مو تقول نبغى مود نبغى مود نبغى مود وآخر شيء ما تنزلون شيء. أيوة هاي الأحسن كوميرشال صار، تشوفون أنا بأكثر. لحظة، إذا مت كل واحد بعضها نحبه شو يستوي؟ أنا مت حبتين حبتين، هل بيتغير شكلهن؟ سوي هذا ثلاث، هذا ثلاث، وهذا اثنين، حبة حبة. نشوف هل بيطلع شيء جديد ولا أشياء مالها داعي. ما نعرف بيطلع شيء مالها داعي. انزين نشوف الخطة الحالية. الخطة الحالية هل 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 هالمدينة الكئيبة هاي، هالمدينة اللي قصة دمارها قصة كبيرة الصراحة، اللي هو هني محشورين في زاوية، بس مين مسوي لهم مكرونة هني؟ والله مين مسوي لهم شغلانة؟ يجون من آخر الدنيا. ماشو ووتر بومبنج ستيشن في عندي غيره، بمسحها ترى الخريطة كلها. لما راح تسحون خلاص، بس المكان استوى وسيع ترى، نقدر نشتغل على السلسلة هاي بعد مليون حلقة ترى، ما عندنا مشاكل. بس خلونا انا وياكم نتريا شو تشوفوا هني، حل المشاكل هاي ترى مصيبة. انا وياكم نشتغل على شو، على سلسلة جديدة. السلسلة الجديدة راح تكون دمار شامل، مش عيب اني هني ابا اشيل هالمطارمة هني. زين احطيه مطار، احطيه هني مكان ما هنا، مو مطار داخل المدينة.
مو بأي مطار داخل المدينة، طالعين من النيبان. زين تعرفون شو اللي يطلع من هالمدينة هاي؟ ياخذ شارع بخط واحد، يدرب معين، يدرب معين، ما يروح غيره. انزين يدخل هني، مش يصير سيده يطلع من هني. معناه المطار هذا طلع سكة الخطر، طاف جراح جلعنا ونسي له سالفة. معناه من هنا يا صديق الخطر، انت لازم تقول من هنا بشكل اساسي، انت واحد من مقومات خراب هذا المكان. نشيل الاخطار، اخطار من هنا، مد اخطار بالطريقة هاي. المشكلة بيعدلون اعمارهم، تعرفون انتو الشغلة مو كذا. ابغى اشل الحشرة من داخل المدينة. بعد في حشرة؟ وين هاي اللي يقعدوا؟ كانوا مستانسين على المطار الأول. لحظة، بنحط واحد من الكهرباء، بنحط لنا ماي عند المطار بدون أي سؤال. أي سؤال حطي عندنا تكاسي، نحن هني الواحد كان في تكاسي. يبغى ليش المطار من غير وقف تكاسي؟ قولوا لي، حياتكم شفتوا مطار من غير وقف تكاسي؟ ما في، بس هذا مطار صغيرون يعني، مش مطار يعني، ولا لا مطار صغيرون. هوتل، وبحط فندق صغيرون. هذا مش صغيرون بشكل سياحي بالضبط، بس هذا حطيه هني بيكون أحس علة. هذا بس كل واحد عنده أكثر عن الثاني يعني. أشو أبو الهول يا حبيبي، ليش أوقف أبو الهول أنا؟ فندق صغير، أيوة فندق مرتب موتير شي، عمارة صغيرون، أيوة. لا لا بعد طويل وايد قدام المطار هذا. هذه شغلة فندقية هني فاتحة، ونبدأ دكاكين ناس وين تاكلها يعني. كل شيء إلا الدكان، ما حد يشيله. عارف لعبتكم الحين رمضان جاي بعده، لا تقولون انه نجيب كروسان مشان بعدين خلي عنكم السوالف، خلي عنكم السوالف، اقول ماسكنكم على اللفة انا. انزين انا احط كروس ووكينج، حق خطوط المشاهدة وخطوط المشاهد. وين راح فنقي؟ وين حطونا بالضبط؟ وين حطونا؟ هاي في بعض البقات تستوي هنا، برد تحت مرة ثانية. اوكي الحين المفروض انكم موجود، خلنا نشوف. ايوه هذا هو الكلام، كان مبند والله، جلعت جلع من هني. نشوف يا عماير، كم العمارة السكرية هالمدينة مسوينها زحمة ترى، زحمة الخاطر. بس لازم نسوي مدينة هني سكنية بحتة، تطلع خط تروح تجارية، توصل هني صناعية، ترجع لمدري وين. انت ليش ما عندك كهرباء؟ هذا هو السؤال. لأنه كان في مطار يوصل كهرباء، وشليت المطار انا حاليا. فلوس اللي كنت مكتسبنها اخر ما ادري كم سبت كم خطأ، هذا قام يختفون. من وين يبون العيد يا حبيبي؟ جبت العيد، أظن المطار خسرني أكثر من أي شيء ثاني، أكثر من ماي. زين نبغى أعرفهم بيحصلون دربهم. ما عليكم، بس وين هذا؟
نعطيه هنا موظف مطار، طلع برا، وصلهم وصل مليون وخلهم برايهم على قولتهم اللي يبونه. بس حطيت تراني في نص الزحمة أتوقع. أموره طيبة، اشتغل مطار الردي. المهم هاي كانت حلقتنا اليوم، شرحنا لكم بعض الأمور وبعض الأخطاء، لكن طريقه الأفضل دائما في سلسلة جديدة إن شاء الله اللي هي بارك لايف. راح أسوي سيف جديد، مود جديد، حفظت الكوليكشن. الحين بديت أعرف أخذ الكوليكشنات عندي، والكوليكشن تحت داون في ال في ال في ال في السبسكريبشن، في السبسكريبشن في الديسكربشن تحت، اللي هو في اللي هو المعلومات عن الفيديو تحت، بتحصلونه إن شاء الله، بتحصلون كل شيء. أشكركم على متابعة السلسلة كالعادة، لا تنسون الفولو واللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.